فريقنا موهوب. مؤسساتنا مبهرة. إنتاجنا عملاق. ثقافتنا قوية. مستقبلنا يبدو أقوى. نحن آل طاوي للخرسانة الجاهزة، كواحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال التشييد والبناء في السوق السعودي. آل طاوي للخرسانة الجاهزة، 5 عقود من الخبرة والتطوير والانفتاح على السوق المحلي، والتي بدأناها في بيشة في 70ميات القرن الماضي. أنشأنا الفرع الأكبر بالرياض، بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك ومدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية، والعديد من المحطات في جميع أنحاء ومشاريع المملكة. نشاطنا الأساسي هو توريد الخرسانة الجاهزة بمواصفاتها العالمية والسعودية، وبما يتماشى مع المواصفات الفنية والهندسية والتقنية للمشاريع المختلفة، وبطاقة إنتاجية تتعدى 2 مليون متر مكعب. نمتلك الأسطول الأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية من الخلاطات المركزية والمتحركة والشاحنات والمعدات المساندة المصنعة على أحدث ما أنتجته التكنولوجيا، 19 خلاطة مركزية بطاقة إنتاجية 1400 متر مكعب في الساعة، و7 خلاطات مركزية بطاقة إنتاجية 480 متر مكعب بالساعة، و250 خلاطة ناقلة بسعات مختلفة، و71 مضخة خرسانية ما بين 24 إلى 70 مترا، وهي الأكبر بالمملكة، و11 مصنعا من الثلج بطاقة 14 طنا في الساعة، و11 جهاز تبريد للمياه حتى درجة حرارة 1 درجة مئوية، والعديد من محطات غسيل الرمل ومحطات تدوير الخرسانة والمعدات الأخرى المساندة لعمليات الإنتاج، ما يؤهلنا لتقديم خدماتنا إلى جميع عملائنا في جميع أنحاء المملكة بأي مكان وزمان وبالكميات المطلوبة، مدعومة بإمكانيات بشرية على درجة عالية من التأهيل. تقدم شركة آل طاوي جميع الحلول الهندسية والفنية للخرسانة الجاهزة من خلال فريق محترف ومؤهل، فنحن ننتج جميع أنواع الخرسانة الجاهزة، من الخرسانة المسلحة، الخرسانة ذاتية الدم، الخرسانة ذات الأعمار الطويلة لأكثر من 100 عام، الخرسانة خفيفة الوزن، الخرسانة الملونة، خرسانة صديقة للبيئة باستخدام المواد المحلية وإعادة تدوير مواد البناء للحد من ظاهرة الانبعاث الكربوني. على مدار العقود الماضية ساهمنا في العديد من المشاريع العملاقة. مستشفى سليمان الحبيب في طريق الملك فهد، أكبر مستشفى بالشرق الأوسط، حدائق الملك عبد الله العالمية، مشروع جسر الجمرات، مترو الرياض، مشروع مول نوافذ. تم توريد 13,000 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة لقواعد المشروع في عملية توريد واحدة لم تتخطى 30 ساعة. ميناء جدة الإسلامي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشروع قطار الحرمين السريع، مستشفى الحمادي بالنزهة، المقرات الأمنية كاب 5. نؤمن أن النجاح الحقيقي يتطلب الإخلاص والتفاني، لذا نسعى لتعزيز الشغف بالعمل على مستوى الابتكار والتعلم والإدارة ورضا العملاء والتعامل مع جميع العملاء بمسافة واحدة وبمصداقية تامة. آل طاوي للخرسانة الجاهزة، القوة عبر الأجيال.